أكدت سعادة الأستاذة دلالة زايد عضو مجلس الشورى في اتصال هاتفي سابق أن الأمر السامي لجلالة الملك المفدى وما يملكه من صلاحيات دستورية جاء تجسيدا لمبدأ السيادة الشعبية واستجابة لرغبة المواطنين، وهو ما سيعطي المجال لمناقشة مشروعي قانوني التقاعد بأكبر قدر من المسؤولية والأهمية من خلال التشاور والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. جلالة الملك الله يحفظه بما يملكه من صلاحيات دستورية، وبالأخص فيما يتعلق في حماية ومكتسبات حقوق الأفراد، إن دائما يكون هناك مراعاة منه ومتابعة وتدخل فيه، يكون فعلا يراعى فيه المصالح والتوازن ما بين المصالح المرتبطة سواء بالدولة والمواطنين. طبعا وهذا التوجيه أيضا حمل بطياته تجسيد لمبدأ السيادة الشعبية واستجابة أيضا للرغبات الخاصة في المواطنين بشأن يعني مشروع يناقش، وهذه طبعا خلق هذه التوجيه طبعا اليوم راح يضعنا صراحة أمام مسؤولية جدا أعمق وأكبر من الوقت اللي كنا نناقش فيه وننظر فيه مشروع القانون، لأنه راح يكون عندنا الآن وقت يعني حسب التوجيهات ومضامينها ما يكون هناك تشارك وتوافق مع الحكومة والمعنيين بعيدا عن أنصار الاستعجال ومحدودية أيضا المواد المطروحة في المشروع.